خلينا ناخدكم لحالة إنسانية. حالة إنسانية ليه؟ لأن إحنا ما بنعرفش قد إيه الناس بتقدم تضحيات إلا لما نقرأ بعض الأخبار. في معايا حالة بتاعت صيدلانية، الصيدلانية دي اسمها دكتور حنان لطفي. دكتورة حنان لما بدأت من 7 أشهر أو من 8 أشهر في مكافحة الكورونا في المنصورة محافظة الدهلية وبتشتغل في مستشفى، جالها الكورونا أصيبت وتعالجت وعدت ونزلت تشتغل، فأصيبت تاني وتعالجت وشفيت وعدت ولسه راحت جايلها الإصابة مرة تالتة. يعني هذه الإنسانة اللي بتنزل شغلها أصيبت 3 مرات في خلال 7 شهور بالكورونا علشان مصممة أن هي تتواجد وتنزل شغلها وما تأثرش في هذا الشغل. دكتورة حنان لطفي مساء الخير. يا فندم مساء النور حضرتك. انت لسه موجودة في العزل لغاية دلوقتي مش كده؟ في المستشفى من يوم 21. من يوم 21؟ صحتك عاملة ايه دلوقتي؟ احسن كتير الحمد لله، في نعمة الحمد لله. ثلاث مرات اصابة بكورونا ليه يا دكتور؟ والله هو انا بقول عوامل كتير، يمكن اول حاجة ان انا صيدلانية فبتعامل مع حالات كتير، والحالات كلها انت مش هتقدر تلزمها تبقى ملتزمة بالماسك. تاني حاجة ان انا متطوعة، انا بنزل اخدم المرضى الغير قادرين والمستشفيات محتاجة تجهيزات وماسكات ومحتاجة مستلزمات، فكفريق متطوع خدمة عمل مدني فده فرصة اختلاط أكبر. يمكن عشان كمان ما عنديش غدة درقية، مش ما عنديش أسباب، بس هو بنحاول نحلل ده وده اللي وصلنا له يعني، لكن الفاكت اللي حصلت إنها 3 مرات فالحمد لله. في المرة دي جت بقى يعني جلطة تقريبا، الأكسجين وقعت، اضطريت بقى أدخل مستشفى والدنيا باظت شوية. ولسه بقى من يوم 21 مكمله لسه اسبوع تقريبا كمان ان شاء الله. لا باذن الله تكون خير، يعني المره دي جايه لك في الصدر بقوه شويه مش كده؟ هو تحس انها سترينز، يعني تحس ان هم ناس يعني المره دي لا، كان الاكسجين نزل 82 ما كنتش خالص. ما في المرات اللي فاتت كان حراره، كحه، فقدان شم وتذوق، كنت بالمقطعيه بنتابع وناخد البروتوكول والحمد لله. أول مرة أخدت 14 يوم علاج، ثاني مرة كانت 28 يوم علاج، ودي بقى لسه مكملين ربنا يستر. طيب الصورة بتاعت اليافطة اللي اتحطت لك قدام شباك أوضتك دول، فريق احنا في ظهرك، هما دول فريق الدعم اللي كنا بننزل نخدم، احنا مجهزين المكان سبحان الله أنا فيه اللي ما كنتش عارف إني هبقى مريضة فيه. فهم طبعا ممنوع الزيارة، احنا في السجن يعني. فممنوع الزيارة، فعملوا البانر ووقفوا لي تحت الشباك عشان يقولوا لي إن هم معايا. فربنا يجازيهم خير الحمد لله. الحمد لله. على فكرة إحنا كلنا معاكي وكلنا بنشكرك وبنشكرك على تطوعك وبنشكرك على عملك وبنشكرك على كل اللي أنت قدمتيه للناس القادرة وللناس الغير قادرة وعلى زياراتك المستمرة ودورك، لأنك أنت بتؤكدي لنا فعلاً إن في ملايكة بتقف علشان تقف جنب الناس، وانا متاكد ان ربنا هيكون معاكي. الف الف سلام عليكي دكتوره حنان لطفي الصيدلانيه من الدقهليه، بشكرك على كل مجهودك وربنا يقومك بالف سلامه.